السلام عليكم، معكم حمزة من ليزولايت. اليوم غادي نشوفو كاش تشالنج تاع أنغستروم سي تي اف 2016. ستان سي تي اف بور ديبيتون. و غادي نشوفو تشالنج تاع باينري اوفر فلو باوني. كان عندهم شحال من بافر اوفر فلو، هذا سي لو بريمي ساهل كاع. دونك عطاونا دو فيشي، فيشي سي سورس كود و اكزيكوتابل. باش هي شحال من خطرة تبغي تبدا زعما في ال كسموه في الهاكينغ هذا، تقدر دير الحاجة الأولى دير ريكونيسونس. دونك كاين كوموند فايل يعطيك زعما ديزانفورماسيون على الكسمو على الفيشي كيما هذا. قال لك ELF ألف صافي دير اكسكيوتابل تاع لينكس 32 بيت، وهذه زعما هامة جدا باسكو دي فوا سيرتو من بعد كي تكون كي نروحو شوية دي سوجي افونسي كي تكون باغ اكزومبل 64 بيت، لك فيها زعما دي ميزور فيها دي ديتاي واحد اخرين. دونك هذه غير بغيت نوريها لكم هذه. والحاجة الزوجة سورتو كي تبدا لقيت ديزيبل اس ال ار، ديزيبل ديزاكتيفي اس ال ار. اس ال ار هادي ستان تكنيك في سيستم لينكس باش هي لي زادريس شغل لي يحطهم عشوائي في الكسموه في الستاك في الميموار. دونك هاد الجواب يقول لك كيفاه دير. دونك هي في الحقيقة تري سامبل، تحط لا فالور الفالور زيرو هذا تحطه في هذا البلاصة. بعد تنجم باش تبيري فيه لازم راه زيرو نجم دير كات. هذه الحاجة الأولى اللي قديرها دايما. و ديفو كيما دركا يعطيك بيرميشن دي نايت ولا يعطيك ايرور ولا هكا. لقطة تشوف دايما الا تسموه اللي سي لي زعما اكزيكيوتابل اكزيكيوتابل، ودير هادي بسي اش مود بلس اكس هاك. ها تشوف الاكزيكيوتابل واش عام خطرة تشوف الكولر يتبدل. دركا تنجم تعيط البروغرام نورمال فوالا. دونك كيما قلت لكم عطاونا سورس كود سي نشوفو في فنادر واحدة اخرى. دونك السورس كود جاي باين، كاين فونكسيون جيف شيل. جيف شيل هي زعما شاتونا الشيل فونكسيون فينيرابل اكسبتي طابلو تاع كاركتر فا بوينتر الطابلو هذا سما جول سترينغ فاهم. وكاين شاك فونكسيون مين خاصه ال كسم مثل شاك فونكسيون مين شحال بروغرام شاك زعما بروغرام تاع سي خاصه فونكسيون مين. هذا فونكسيون يبدا دائما بال انت ارغومون سي و ارغومون في. دركا غادي تشوفوا علاه. شرعي يقول دركا راه يقول الى الارغومون السي هذا راه ارغومنت كاونت الى لا يساوي 2 يعطيك كيف تستعمل البروغرام بعد ريتيرن 1 ثم غادي يخرج من البروغرام. سينو يعيط للفونكسيون فونيرابل ويباسي له الارغومون الزاوج. على هنا نقول الزاوج باسكو كسموه راكم عارفين لي طابلو كسموه يبداو بال اس زيرو بي زيرو زيرو بيست يبداو من زيرو ويطلع. احنا كي نعيطو بروغرام بروغرام في لينكس وغالبا في الويندوز هذا يكون الارغومون الاول ثم ارغومون سي يكون ان. وكي تزيد له الزاوج
يكون argument C يكون 2 فوالا. و كي تزيد للثالث باغ اكزومبل كيما هكا يكون 3 ومن بعد يقول لك كيف تستعمل البروغرام نيشان. استما ال argument هذا ال argument زاوج قول سي تان تابلو دو سترينغز سما سما ار جي بي 0 غادي يكون فيه هذا سترين والان يكون فيه هذا تريبل ا سمحوا لي دونك اللي كنعيطوا له بارغومون واحد اها عاود دونك سي كوا لو بوت تاع هذا التشالنج هذا سي كوا لو بوت دونك صح سيدي عطينا له ارغومون في الاكسيمو نروحوا للفونكسيون فولنيرابل هذا اش راه يقول راه يصنع طابلو تاع اساس كاركتر شغل في السي سي بصح شغل غادي تصنع زعما تو ريزيرف لا ميموار بوغ ان سترين طابلو تاع 16 من بعد يقول لك انتجر سكري ايتيغا زيرو من بعد يقول لك هاد الفونكسيون سترين كوبي الارغومون انبوت هذاك سترين يكوبيه يحطه في البافر هذا ياك من بعد حاجه بيزار شي يقول لك يقول لك الا سكري ايغال ديد بيف يعطيك الشال سينو يقول لك ديزوري دونك تخيل تعطيه زعما انبوت كبير على 16 كاركتر ياك puisque ما كاش زعما حمايه ما كاش زعما if statement هكا يقول لك الا كبير على 16 error ولا هكا اش غادي يدير غادي كي تعطيه argument ولا string كبير على 16 كاركتر غادي كيشغل يكتب في الكسمو يكتب في في ميموار ماشي تاعه يكتب في ميموار واحده اخرى وهذيك الميموار في هذا دون سو كالا غادي تكون سيكري باسكو سيكري غادي يكون في كي شغل في ستاك غادي يكون فوق 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 سيك فوق بافر هذا هي بالمثال غادي تفهموا غايه كاع دروكا نجمو نعيطو اوفر فلو ان كيما هكا ون نعطو 16 ان ا ياك ما دار والو غادي نعطوه ا واحده زياده 17 رانا نشوفو بلي السكري تبدل دونك هاد السكري ولا تو داكو 41 و 41 شوالا 41 بالهاكس كي تكونفرتيه للاسكي سي لو كاركتر هذا سي لو كاركتر ا هذا ولا لتر ا دونك الى نزيدو له واحد اخرين نجي ندخل دي لتر واحد اخرين غادي السكرين اون شونجي السكري هذا بصح لو بو سي باش السكري نردوه داد بيف المشكله داد بيف بتنجم زعما تكتبها زعما بالكلافي كيما هكا تنجم تكتب داد بيف باسكو داد بيف سي بينير سي كي اون اونغلي يقولو لها راو داتا دونك غادي نستعملو بايثون هي تنجم تستعمل روبي تنجم تستعمل ميم بي اش بي الى راك باغي نستعملو بايثون بايثون عنده واحد الموديول سمو ستراكت وفي ستراكت كاين عند واحد الفونكسيون سمو باك هي دائما راح تشوفوا الدوكيومونطاسيون هاي على ستراكت هذه هنايا انتربريت سترينجز اس باكيت باينري داتا ويا ديد بيف سي باينري داتا
وهنا يوري لك الباك. الباك دروكا فيه فيك شغل دي زارغومون اللي تقرا عليهم. دروكا لو بلوس امبورطون هي ليتل انديان و بيج انديان. دروكا كيما تعرفوا كاين واحد السيستيم يخدموا بليتل انديان وكاين واحد السيستيم يخدموا بيج انديان. حنا نستعمل ليتل انديان في هاد السوكولا. وغادي من بعد نزيدو كيما هنا فورمات كاركترز. كما قلت لكم في البدايه قلت لكم سي زعما ديفول سي تعرف زعما الى الباينري الى زعما البروغرام هذاك 32 بيت ولا 64. دروكا نقول لكم علاه خاطر 32 يستعمل بور لو كسمو بور لي زادريس ولي فالور يستعمل بور بار دي طون 4 بايت و 64 بيت يستعمل 8 بايت 8. دونك حنا غادي نستعملو هذا اي اون سايد ايت نوريكم كيفاه. اوبن فلو انا كاين هاد الكسمو سينتاكس هذا زعما الحاجه اللي ديرها فيها il va l'interpréter و الريزولتا تاع هذا كيحطه كوم ارغومون اوفرفلو ياك. دونك شنو نجمو نديرو؟ نجمو هنا نديرو بايثون داش سي. هادي صافي دير انلاين بايثون. دونك باسكو نورمالمون باكيت تكتب بايثون نورمالمون تعيط زعما ان سكريبت تكون كاتبه. بصح حنا غادي نكتبو بايثون ديريكت هنا في الكسمو ديريكت هنايا. سامحولي كيما قلت لكم موديل استراكت دونك شرانا نديرو هنايا لامبورطاسيون تاع موديل استراكت. بعدا نكتبو نكتبو 16 خطرة. بعدا نكتبو ديد بيف راو داتا. شوف واش تعطينا. عطاتنا الشيل. بون انا راني روت راهي باينة راكي تشوف هاد ال كسمو هاد السين هذا عرف اللي رانا في الكسمو. قادرين ما نكتب قادرين نكتبو سكريبت كيما هكا نانو ياك استراكت. هي غادي تلقى هادي بزاف لي توتوريال تاع باولين. نكتبو كيما هكا فوا 16. غادي يحطو كومنتير اوفسيت ياك اوفسيت. بعدا برينت باف فوالا. دروكا نجمو نعيطو لاكسيون كيما هاكا بايثون now search file or directory. غادي يحسب لي كسمو can't open file so probably so بالك كيما هكا. ايه راح يحسبها بلي زعما فيشي وغادي يحله.
شنو نجمو نديرو تشوف شريحة هنا بلا كيما هكا بايلود تشوف البايلود هذا تقع فيه سمبا ياك شوفوا لا تخدم كيما هكا انا كاع حبيت على بالك باش انا نعيط لك سموه درت كانت نعيط في البايثون فوالا سمحوا لي على السموه دونك هذه 10 ساعات اخرى باش تجبد لك سموه العشر الزوجة راني وريتها لكم زعما تستخرج البايلود هذاك تحطه في سموه فوالا كيما هكا تشوف البايلود البايلود يولي فيشي من بعد تعيط له كيما هكا سمحولي اوفر فلو كات بايلود فوالا بون جيسبر عجبتكم الفيديو ولا الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم.